والآن مع كلمة الباحث الإسلامي الذي أثرانا وأغنانا هنا في الكثير من الندوات الأستاذ فؤاد حمدو الدرس. الدقس ولا الدقس؟ قتلناها بحثاً. لا ما لسه فاروح. لسه فاروح. قتلناها. معوض عمل محاضرة على الكلمة للكلمة. العنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. وكل أكتوبر 21 وأنتم بألف ألف خير. سعادتنا الغامرة أن نلتقي في هذه الرابطة في ذكرى حرب 20 تحريرية وانتصارات أكتوبر العظيمة التي خاضها الجيشان السوري والمصري. وأنا بفضل الله جمعت الحسنيين، فأنا سوري الهوية مصري الهوى. وحرب أكتوبر تشكل وجدان الأمة العربية من محيطها إلى خليجها، ولها المعزة الكبرى في بلادنا وفي قلوبنا وخاصة في مصر وسوريا. كل تحية للأستاذ الدكتور رئيس الرابطة عميد العربية الدكتور صابر بارك الله فيه، وكل التحية للمؤرخ السياسي والعسكري المجيد وما شاء الله كما وصفه الدكتور محمود الذاكرة. هو اليوم هو ذاكرة الانتصارات وذاكرة الحرب المجيدة التي امتدت كما ذكر أكثر من 1000 وهي حروب الاستنزاف، وألف مبارك لكتابه الطريق إلى أكتوبر الذي تحدث فيه عن انتصارات هذه الحقبة من الزمن، وهي ما بين انهزام 67 أو هزيمة 67 والانتصار العظيم في أكتوبر العظيم. سعدت كل السعادة بوجودي هنا بدون ترتيبا لكلمة. وقبل أن نأتي كنا في ندوة مع الأستاذ محمد الشافعي لسه في الزاوية الحمراء النهاردة، وكل التحية إلى الدكتور محمود خليل الإعلام الرائد وإلى جميع الحضور. سعدنا بكم، نلقاكم دائما على الخير. السلام عليكم. بيقولوا بلدنا الفئة لما يسعد يجيله مدلين. فأنا امبارح كان عندي ندوتين والنهارده كان عندي ندوتين. الله يقويك. متحدث في الندوتين، فدي مسألة طبعا زورت وسبتهم كنا في الزاوية الحمراء. 200 فيهم حاجة تانية. أنتوا أحلى بالتأكيد، أنتوا أحلى بالتأكيد طبعا. شكر الله للباحث الكبير الكاتب الإسلامي المحترم الموقر أستاذ فؤاد حمد الدقس خريج الأزهر الشريف. فهو ليس مصري الهوى فقط، إنما مصري الهوى والهوية أيضا. فالأزهر يعني ما ضرني إن لم أكن من آله وعلى مدارجه تعلمت السورة.